هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. في كمان نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. إيه الظواهر الجوية اللي موجودة معانا النهاردة وبالنسبة لبالليل كمان الجو هيكون عامل إزاي؟ احنا طبعا يمكن الايام الماضيه كان فيها انخفاضات في قيم درجات الحراره بشكل كبير، حسيناها فتره النهار وكمان فترات الليل، لكن اعتبارا من اليوم هتبدا قيم درجات الحراره تتجه نحو الارتفاعات. يمكن هترتفع اليوم عن امس بحوالي 4 درجات، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 26 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده بسبب ان احنا بدانا نتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه القادمه من الصحراء الغربيه. الكتل الهوائيه دي مرتفعه في قيم درجات حرارتها، فده هيؤدي لارتفاع قيم درجات الحراره. كمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، يعني عدم وجود اي سحب مؤثره، فده هيخلينا نحس كمان بارتفاع قيم درجات الحراره. اجواء فتره النهار هتكون اجواء مائله للحراره على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية، محافظات شمال الصعيد وبعض المناطق كمان من جنوب سيناء. أجواء حارة على جنوب الصعيد ده فترة النهار. فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس هيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن في تحسن في قيم درجات الحرارة الصغرى عن الليالي الماضية. فاحنا هنحس ان الليلة اللي جاية ان شاء الله والليالي اللي جاية كمان ان قيم درجات الحرارة اصبح فيها اعتدال بشكل كبير، هنحس ان الجو مائل للبرودة على اغلب محافظات الجمهورية غير الاجواء الباردة اللي كنا بنشوفها الليالي الماضية، وخاصة كمان في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. لكن احنا كمان هنلاحظ ان فرق قيم درجات الحرارة بيزيد، لان احنا هنحس بالدفء والارتفاع، ويمكن بكره كمان تبقى الاجواء حاره فتره النهار، هنلاقي فترات الليل لسه فيها بروده. ذروه الارتفاعات في قيم درجات الحراره هتبقى معانا بكره الاربعاء ان شاء الله والخميس، لان احنا متوقع العظمى على القاهره الكبرى بكره تكون 30 درجه مئويه، في الخميس هتكون 31 درجه مئويه، ده ذروه الارتفاعات. يعني الارتفاعات بدات اليوم هتستمر معانا لحد الاسبوع اللي جاي، الطقس هيكون مستقر ودافي ودرجات الحراره فيه مرتفعه فتره النهار، لكن اعلى يومين او اعلى درجات حراره هنسجلها الاربع والخميس. مهم جدا ناخد بالنا من فرق قيم درجات الحراره ومن الارتفاعات في قيم درجات الحراره، وده طبيعي جدا في فصل الربيع التذبذب والاختلاف في قيم درجات الحراره من يوم للتاني بسبب تاثرنا بالكتل الهوائيه الصحراويه. كمان اليوم متوقع ان يكون في اعتدال في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهوريه فيما عدا بعض المناطق من غرب البلاد، يعني الصحراء الغربيه مناطق من السلوم ومطروح هيكون عليها نشاط رياح. نشاط الرياح ده طبعا هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة في غرب البلاد، لكن باقي المناطق مش هيكون عليها أي أتربة ورمال مسارة. بنأكد بس إن الكتل الهوائية دي كتل هوائية صحراوية، فنسب الرطوبة مش مرتفعة بالشكل الكبير زي فصل الصيف، فبالتالي لو أنا موجود في أماكن ظل، لو أنا كنت موجود في أماكن ما فيهاش أشعة شمس، مش هحس بالارتفاعات الكبيرة في قيم درجات الحرارة. فناخد بالنا على الاقل بكره وبعد عشان فتره الصيام. مهم كمان ان احنا لو اضطرينا نخفف الملابس طبعا فتره النهار تبقى فترات الليل لسه فيها ملابس شتويه تجنبا طبعا لنزلات البرد، والفتره دي تقلبات الجويه فيها حاده وسريعه، فمهم كمان ان احنا نتابع النشرات الجويه بسرعه. اكيد طبعا. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة العظمى 26 والصغرى 17 والعاصمة الإدارية 26-16، الإسكندرية 25-17 والعلمين الجديدة 24-16، مطروح 22-15 ودمياط 25-16، بورسعيد 26-16 والإسماعيلية 27-17، السويس 26-16 والعريش 25-15، كاترين 17-7 وطابة 24-15، حلايب 25-19 وشلاتين 28-18، شرم الشيخ 27-18 والغردقة 26-16، الفيوم 26-15 وبني سويف 26-14، الوادي الجديد 27-13 وأسيوط 26-14، سوهاج 27-15، إنا 28-16، الأقصر 28-17 وأسوان
27 13 ودي كانت نشرتنا الجوية المفصلة. ودلوقتي مرة تانية عودة لشاذلي وجمانهم وتابعت فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.